النهاردة ان شاء الله معانا تعبان النرد المائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. طبعا تعبان النرد المائي بيعيش في نهر النيل واللي بيعيش في الترع. تعبان غير سام، من الاساليب اللي هو بيدافع عن نفسه بيها ان هو يعمل حركات كده ويصدر صوت الفحيح بصوت عالي، ولو حد جه يمسكه كده بيعمل عليه حمام ريحته وحشة جدا. تعبان بياكل الضفادع وبياكل الأسماك. التعبان ده الوحيد اللي ما بيحاولش يعض أبدا، هو تعبان مسالم وما بيعملش أي حاجة عامة للبني آدمين. حبيت اطلعه معانا في الفيديو عشان اي حد يشوفه مثلا وهو بيصطاد، لان التعبان ده جبناه واحنا بنصطاد، حد شافه او كده ما يموتوش لانه بيدخل في منظومة التوازن البيئي. جبته معايا عشان اي صياد يطلع مع التعبان ده ما يقلقش منه، ما بيمثلش اي نوع من انواع الخطورة. دي النقشة بتاعته، هي ان هو تعبان شكله جميل ونقشته وشكلها يعني حاجة ما شاء الله. بعد الفيديو دون انا هرجع التعبان بيئته، هسيبه في الترعة تاني وهعمل فيديو برضو وانا بسيبه. دي بتكون طبيعة التعابين، هو بيبقى عاوز يتجنب البني آدم، عاوز يستخبى. تعبان دايما بيدور على جوع. هنا بحاول استفز التعبان اهو. التعبان ده مستحيل يعض، كل اللي بيعمله ان هو ممكن يعض الفريسة بس، اللي هي الضفدعة او السمكة، ويلف عليها وياكلها. لكن هنا هو بيحاول يهرب مني. برضو بحذر ان حد يتعامل مع اي تعبان، لان في تعابين كتير شكل بعضها وقريبة في النقشة. يعني ممكن تلاقي تعبان سام قريب شوية من الطفرة بتاع تعبان تاني غير سام، مثلا الحية الغريبة السوداء، ودي سمها اخطر سم يعتبر، تشبه الفرغة المصرية، والفرغة دي تعبان غير سام، الاتنين قريبين جدا من بعض. فلو شفت تعبان ياريت ما تقربش منه، لو انت ما عندكش الخبرة الكافية وتعرف انواع التعابين، لان احنا هنا عندنا في مصر انواع كتير. هو تعبان النرد اللي معانا النهاردة دون، اي حد يشوف حركاته السريعة ويسمع صوته ويشوفه كده يقول ان هو تعبان خطر جدا، ويفتكر ان هو تعبان سام. لكن بمجرد ما نمسكه ونشيله كده يطلع ما بيعملش اي حاجة. وان شاء الله هعمل فيديوهات مع انواع تانية مختلفة، واستنونا بقى في فيديوهاتنا الجديدة.